يطلعوا ليا، مرات الجهات العليا، هاد الكلمه تجي الجهات العليا، خاصنا اشنو معنى الجهات العليا؟ كنعرفوا الجهات العليا سيدنا، هاشا واش غيبغي لينا؟ هاشا واش غيبغي لنا بنتي الضرر؟ حنا اليوم باغيين الشكايه تفعل، باش نعرفوا هاد اليد الخفيه اللي كاينه في هاد الشيء، واش واحد ضر 75 مليار؟ واحد بدون شريك كاين تما، بدون فريق، 75 مليار ديال المواطن تمشي كلها، ما يمكنش. راه حنا مشينا شرينا السوق، عرفتي شرينا السوق بنتي؟ السوق راه هي قبر الحياة، قبر الحياة، شرينا قبر الحياة، بنادم مشى يسكن، هو راه خدام من غير السكنة، من غير السكنة فين غيمشي؟ مشى للزنقة، بحال تقول لك صافي سير للزنقة دابا تسكن فيها، راه السوق ضربوا فيها الناس تمارة، راه سقوا فيها سقف العمر، راه هادي راه كنمروا بالأزمة ثلاث سنين دابا، ما كاينش فلوس برا، الناس ديال برا ما عندهم لا فلوس لا والو، ولا ديال هنا لا ديال هنا. هو هاد السيد دابا من غيسكن عطى كل ما تيملك، عطى كل شقاء العمر كله، وهذيك هي المستقبل ديالو، بغى يتزوج تيقول لك صافي ما بقيتش غنتزوج ما بقيت والو، واش نجيب بنت الناس نتعدى عليها؟ هذيك هي الدويره اللي درتها غنسكن فيها، ومنين جبنا نسمعوا قلنا سيروا الجهات العليا، هو انا مرت راه خصني هاد الملف يتحل، راه انا مشيت وسكيت بك وقلت لهم هاد السيده تعدات عليا خاصكم تجيبوها ليا، تحلوا لي تجيبوها لي ديروا التحقيق، باش تريطيو هاد الشكايات وما يبانوش. هذه مشكله خطيره. شحال تقريبا نتوما من دابا؟ راه حنا 1200 منخرط اللي مشى كلهم مشات لهم فلوس. كلهم مشات لهم شحال تقريبا ديال الملايين ولا ديال انا على ما كنسمعها بنتي 75 مليار، فين هي فين مشات؟ 75 مليار فين مشات؟ واش كاين شي واحد دار 75 مليار وما كاينش فيها التساؤل فين مشاو هاد المبالغ الماليه؟ هو مشدود دابا. وي مشدود، اش بغينا بالسدان بلا فلوس؟ الفلوس فين مشات؟ هذيك هي اللي بغيتها بنتي تسول، فين هما هاد الفلوس؟ رجعوا الناس المبالغ ديالهم. أو ما بغيتوش ترجعوا الناس المبالغ ديالهم وكتقولوا سديناه، ديروا واحد الصندوق تخرجوا الدولة، أنا ما كنطردناش فلوسها، لأن الناس راه عطاو كل ما عرفتي شنو هي تعطي كل ما تتملك. ودابا المصير ديال دوك الشقاق فينا هما؟ ما شفنا والو أبنتي، دابا دور نديروا مكتب باش يحمي المنخرط ويعطي رزقه، تا المكتب تيطعنوا فيه. إيوا أنا مكتب لا فلوس، أشنو هي معنيتها؟ ما يمكنش. خاص المسؤولين، انا تنطلب المسؤولين دغيا يحركوا المسطره، المسؤولين والمالك ديالنا يتدخل، راه حنا كنحبوا البلاد وكنحبوا بلادنا وكنحبوا الوطن ديالنا، ما يتوسخش بهذه الطريقه. راه ملي كنمشيو نسكيو انا مشيت لابونك قال الله يخليكم كيفاش باغيين تبيعوا وحنا رزقنا؟ قال لي سيري سيري راه الجهات العليا، عاوني تبيع الجهات العليا، حاشا هو الجهات العليا، انت تقول الجهات العليا الاخر يقول الجهات، اذا باش تحكموا علينا باش ما نبغوش هاد البلاد، حنا باغيين هاد البلاد، كنموتوا عليها، كنعطوا من اجلها، حنا مواطنين، وانا مناضلة، وبنت والدة المناضلين. عيتي. ولكن عيت، بغيت هاد السيد يتحرك اسرع وقت. مرضتوا وعيتوا. عيينا، راه 10 سنين وزيدي على 4 سنين، سوزار يا بنتي، سوزار من المحكمة للمحكمة. القهاوي كلهم جلسنا فيهم، الزناقه كلهم جلسنا فيهم، الجانب المادي كله، راه قمت سوق اخر خسرناها عاد في وجهي. ما حشومش؟ وحوش هنا ديال نفسنا، انا لا سولتيني نقول لك عندي وليداتي وغيكونوا عندي حفيداتي، واش نبغي نحكي لهم هذه الحكايه؟ حاس المغرب يحبوه. انا كنجي كان بعض المرات ندوي نقول لهم كنت هنا بعض المرات ما نقدرش نقول لهم عيش، غير باش يبقى عندهم ذاك حب الوطن. كيديروا معنا السنتق والسجوان. هو اللي هو لي هذا السيد هذا اللي داخل اصلا بدون سبب، حنا ما كنعرفوش، لان اللي كنعرفو عاطين فلوسو راه مشدود 10 سنين ديال الحبس. منين نتايا اش بينا وبينك ديري يقول لك ما عرفتش جيستيونير. الشكايات ديالكم شنو ما تفعلوش والشكايه ديالو هو تفعلت في يومين. حنا ما عرفناش اخويا، حنا علاش كان هاد الوقفه تحت الجدي، بغينا نعرفو حتى حنا علاش، حتى حنا راه متضررين خاصنا حقنا نعرفو علاش هاد الشكايات ديالو اللي ما كيتفعلوش. على حنا غادي نبقاو اخويا، حنا غنبقاو الشمس الشتا في البرد في رمضان في اعياد، حنا بقى حياتنا تبدلات مع هاد الناس، حتى حنا غنبقاو بحال هكا؟ واش حنا حقنا معظم حتى لهاد الدرجه؟ ما فهمت. وهو تيقول لنا اصلا هاد السيد تيقول لك الباب اللي غتمشيو ليه راه ما تقدوش تدخلوا ليه، هو واقف معاه الناس كبار، وراه حنا كنعرفوا الناس الكبار وكبير غير الله سبحانه وتعالى، وكاين اعلى سلطه في البلاد وجلاله الملك محمد السادس، عاش الملك والله ينصره، وحنا كنتعناو معاه، ولا كان كيتعنى بالناس، حنا كنتعناو بالله اللي خلق الدنيا والكون.